آخر إشي ضل بنحكي عنه بالنسبة للفانكشن اللي هم عبارة عن example لتو functions، واحد منهم سمين دي الفلور والتاني عبارة عن سيل. هلا بالنسبة للفانكشن فلور هو عبارة عن تقريب، الاثنين تقريب، بس الفلور بيقرب لأقرب عدد صحيح أقل من أو يساوي العدد. فمثلا الفلور ل 3.1 بيساوي 3، الفلور ل 3.9 برضه بيساوي 3، ل 3.7 بيساوي 3، فهو بيقرب لأقرب عدد صحيح أقل من أو يساوي العدد. الفلور للعدد 3 بيساوي 3 لأنه أوريدي هو عبارة عن عدد صحيح. وإذا كان عدد سالب نفس الإشي، الفلور ل ماينس 3.1 أقرب عدد صحيح أقل من أو يساوي هذا العدد اللي هو عبارة عن سالب 4. بالنسبة للسيلينج بالعكس، بيقرب لأقرب عدد صحيح أكبر من أو يساوي هذا العدد، فالسيلينج ل 3.1 رح يعطيني 4، السيلينج ل 3.7 رح يعطيني برضو 4، وإذا بحكي السيلينج ل ماينس 3.1 رح يعطيني ماينس 3. في عندي هون مثالين، بس بدي أجي أطلع عندي ناتج كل واحد من هدول الاثنين. بالأول هاي نأخذ المثال الأول، هون في عندي فلور ل 2.4، فبقدر أحكي يساوي، طبعا كيف بدي أعرف هل أنا بحكي عن فلور أو سيلينج اللي هو شكل القوس. إذا كان القوس مسكر من تحت فأنا هون بحكي عن الفلور، وإذا كان مسكر من فوق فأنا بحكي عن سيلينج. فهون 2.4 زي ما شايفين القوس مسكر من تحت، فهون بحكي عن فلور، ف 2.4 رح يعطيني عبارة عن 2 زائد 6.7، هذا بيساوي 8.7، وهنا السيلينج فهون الجواب راح يكون عبارة عن 9. طب ناخذ المثال الثاني، في عندي هون السيلينج ل 3.1 زائد 4.4، فأول شيء بدي أعمل عملية الجمع بعدين بدي أقرب، زائد 5.1 بعدين بدي أعملهم السيلينج، هاي يساوي سيلينج ل 7.6 زائد 5.1، كله بدي أخذ الفلور بيساوي سيلينج ل 7.6 بعطيني 8 بلس 5.1 بيساوي 13.1، بدي اخذ الفلور لإله راح يساوي عبارة عن العدد 13. هذا عبارة عن مثال بسيط لبعض أنواع الفانكشنز اللي هو عبارة عن الفلور والسيلينج. الفلور بيقرب لأقرب عدد صحيح أقل من أو يساوي العدد، والسيلينج بيقرب لأقرب عدد صحيح أكبر من أو يساوي العدد.